بار میں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر سارے مل کے صلوات پڑھو اللہم جتنے مومن پیچھے بیٹھے ہو مہربانی کرو اگے لگے اگے آوے جو تھوڑا تھوڑا نیڑے آو بہت ہی تکلیف کرو صلوات سارے پڑھو اللہم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ حیدریہ حسینیت یزیدیت دشمن آل بیت دلانات پاک سین دے دشمنان دلانات صلوات پڑھو سارے مل کے اللہم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن سيدا النساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت سيدا أن قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال سلام عليك يا سيدا فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له وإذك بالله يا بدر من الضعف فقال يا سيدا اتيني بالكساء اليماني فغطيني به فاتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر اليه واذا وجهه يدلى له كانه البدر في ليله تمامي وكما اليه فما قام وقام كانت الناس حيثم واذا بولدي على حسن عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك راية طيبة كانها راية جدي رسول الله فقلت له من اجدك ذات الكساء فاقبل الله سنونا والكساء صلوات اللهم صل على محمد وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله اتذن لي ان ادخل معك ذات الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صيب اوذي قال ذلك لك فدخل معه ذات الكساء فما كانت الا سعدا واذا بولدي الحسين عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي وقال لي يا امه اني اشم عندك راية طيبة كانها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم من جدك وما قد هذا الكساء فأذن الحسين ناول الكساء وقال السلام عليك يا جده وسلام عليك يا من اقدره الله أتذن لي أن أكون معكما ذات الكساء صلوات اللهم صل على محمد وقال عليك السلام يا ولدي ويا اشرف امتي قد اذنت لك فدخل معه ذات الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابو الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا سيدا إني أشم عندك راية طيبة كانها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم وما ولديك ذات الكساء فأقبل علي ناول الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله
فقال علي عليه السلام
مالي المسنة ذات الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الآية فرقوا فقال علي الإسلام إذا فالله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي هو الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من سيدنا ومحبينا وفي مهموم الله وفرج الله همه ولا مهموم الله وكشف الله همه ولا طالب حاجات الله وقضى الله حاجته فقال علي الاسلام اذا والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فازوا السعد في الدنيا والاخره ورب الكعبه صلوات ساري پڑو اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كل ولي كل حجة ابن الله سنسكري الى اسلام صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من سعد الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين انت تسكنه وارزقته عنه وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صل على محمد آل محمد وعجل فرجا وكما آل محمد میرا مالک میرا خالق واسعی محمد والے بیت محمد نا حدیث کے ساتھ پڑھیا اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما یا رحمان رحیم کریم اللہ ان مومنین شیعہ سنی حضرات دا چلایا اس پاک مقدس دربار دے وچ اپنی بارگاہ دے وچ عبادت شمار فرما رحمان اللہ رحیم کریم اللہ واسطے محمد والے بیت محمد دا جو جو مومن مومنات پریشان عالم انہاں دی تمام تر دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما کریم اللہ آل محمد دے صدقے ہر غریب مسکین یتیم دے عزت رزق مال دولت بخت وچ اضافہ فرما خصوصا بھائی علی دے عزت رزق وچ اضافہ فرما میرا مالک میرا خالق انہاں دا اج دا اتمام پاک سیدہ دے مقدس دربار وچ قبول تے منظور فرما رحمان اللہ رحیم کریم اللہ جڑا بھی ہن لنگر نیاز دا اہتمام کیتا ہے اپنی برگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما انہاں دی توفیق تے خیر وچ اضافہ فرما انہاں نوں وسیع تر رزق حلال عطا فرما کریم اللہ اتھاں جو جو مومن بھی جو جو نیک دلی حاجات گن کے میرے مالک بارویں دے صدقہ انہاں دیاں تمام تر دلی نیک حاجات پوریاں فرما کریم اللہ ساڈے حقیقی وارث دے جل ظہور فرما سانو اس قابل بنا سڈے سمار مولا دے نصارا دے وچ ہو سکے میرا مالک میرا خالق معرفت آل محمد نصیب فرما سیرت دے آل محمد دے چلن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ او سڈیاں دعاواں قبول فرما سڈیاں دعاواں مستجاب فرما اللهم صل على محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجاؤك مال محمد صلوات پڑھو